تفهموا معانا ما حاصرتونا وسير شوفوا معانا انت هي ما تحاصروناش شوفوا انت هي عند اولا اللي عندها النفوذ الدوسي اللي عندها النفوذ تبوت يبنيهم خلينا احنا قاعد نايق براني الدار بقاع الزينان كلها بقى عامره ساكن هاد البقاع الزين مزهزه اللي عاطينها لنا كلها بقى عامره ساكن هادي شحال من عام ساكن داير انا ورعت فيها البرد الشتاء ما تحاصروناش هنايا حنا سيدي كسلالية ولاد مبارك عندنا مشاكل ماشي مشكل مشاكل عديدة حنا من 2004 وعدتنا وعود تافهة بالنسبة لي اليوم تافهة قالت لنا بأن غناخدو وغنعطيو وغنديرو قلنا ماشي مشكل ناضو خداو جنان ستة جهزوا مسائلهم باعوا وشراو المهم السلالي من 2004 هو داير القرعه راه البقعه ديالو باقا رباع وباقا ما مسوقاش من 2004 واش هادشي كيدخل العقل عاوتاني الدوار كاين اللي ريبولو كاين اللي قيدوه كاين اللي ما قيدوش باقي وحنا كنساء سلاليه رجال عطاونا في الزيتونه عطاونا ورق في الزيتونه عطاونا في 2017 عاوتاني في 2019 عطاونا ورقه اداريه بان بقعه مجهزه فرحنا قلنا ماشي مشكل واليوم 2022 هي غتدخل 23 باقي ما كاين حتى شي حاجه من هادشي اللي هضرت واش هذه حقره واش هذه اشنو هي بالنسبه لهم واش دابا زعما لقاتنا ضحاكي كضحك علينا ولا ما لقات رجال ولا هي عندها نفوذ حنا الغالب الله حنا كناشدو بالله والوطن والملك وكناشدو سيدنا يشوف هاد الحقره اللي حنا فيها شوف شوف واش هاد المراه راه ما عندها لا تالي لا والي عندها الله شوف هاد الراجل شوف هاد الشباب كلشي عاطل كلشي باغي يدير سكن يستقر هو وليداتو الرواح ولا تطيح بالرامي الكريساج ولا بالرامي طوبه ولا كتستقبل عباد الله ايوا لا اله الا الله محمد رسول الله هضرات تأدي الواجب ديالها مشينا جلسنا مع الباشا عطانا الكلمه عيا السي القايد هو مسكين القايد اللي جا كنلقاو الله يعمر هضر ولكن عيا وبنادم ما سميتو ولكن اليوم حنا عيينا حنا براسنا اللي حنايا عيينا وتهدينا عيينا ما نهضروا عيينا بهذا ما سيقى لنا خبر وما جايبه لنا خبر وخدامه خدمتها ومقاده امورها وهي هذيك وغاده وزعما راه شباب كثير راه حنا غير حبسنا الناس وما راه غيجي كتله ديال البشر لا سلالي ولا براني لان حتى البراني راه 40 عام وهو معانا وهو كياكل معانا الصاد وكياكل معانا الشتاء اقسم لك يمينا كاين اللي الحاله المدنيه ديالو القطو باكلاتها له اقسم لك يمينا الى القطره خسرات ليه وراقه وخسرات ليه فلوسه وخسرات له كل شيء السير ديالنا هو التشرد حنا ولادنا حتى الطفل خصو بلاصه فين يعيش مستقر بحال ولادهم هما حتى الطفل ديال هذا اللي الجيل اللي طالع ما الجيل اللي لا سميت راه اللي مشى مكربشة ولا كيقتل الارواح حتى يقتل واللي كيبيع القرقوبي كيبيع علاش؟ لان السكن اللي هو مهم في كيستقر هذا الدري ما لاقيهش واحد عايش في الرفاهيه واحد عايش ربي اللي عالم به راه كاين البراكه اللي راجل ومراه تيخرجوا يخدموا هذا وانت يجيو لمحالاتهم تلقاو البراكه قطره هذا لا اله الا الله محمد رسول الله الطلبات ديالنا جنان الزيتونه تجهز الدواري ياخذ المستحقات ديالو جنان السته يتجهز يعني يفيروا معانا المشاكل ديالنا حتى حنا نعيشوا في الرفاهيه بحالنا بحال خوتنا هادشي اللي باغين حنا باغين غير مقر صالح لينا ولوليداتنا هادشي اللي باغين حنا خمس سنين عاطين على عام يتجهز المهم هذا اللي كاين حنا بغينا الاستقرار يكون بحالنا بحالهم ماشي واحد مستقر واحد مسكين ربي اللي عالم به تصور ولدي في الليالي انت ناعس هاني في فيلتك ولا في عمارتك ولا في دارك وواحد القصدير طاق 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 القطره وبنادم كيتردق منا وبنادم كيتردق منا راه ماشي عيشه هادي راه عيش القهره هادي اكثر من نوع ديال الحقره هادي حقره ودفنوك حيه دفنوك حيه انت كتشوفي راه شي الميت يدفنو في قبره حنا راه مدفونين حنا كنشوفو لا سكنا كاين ناس لا حنا عندنا حنا ما عندناش وانت ديتي الارض ديالي اللي خلاو لي جدودي تمتعتي بها ودرتي فيها ما بغيتي وحنا خليتونا بلاش
راه ظلم هادي وحقره هادي وحقره كبيره 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 ويحط راسهم في بلاصتنا باش يكون رزقك عندك وانت ما شادوش راه انت عندك رزقك وانت ما شاد والو ماشي ابغينا وجينا وقفناهم هنا لا ما غرضناش بهاد الناس هادو ما رفع على راسنا ولا عيد لا عندنا الغرض السلطات الناس المعنيه بالامر توصل الميساج للسيد الوالي والعامل والباشا والمدير حتى المسؤولين اللي في الرباط عندهم علاقه يوصلوا لنا الميساج ديالنا حنا راه بزاف هاد الشيء راه ما راه ماشي حقره فات الحقره فات الظلم فات الشفاء راه فات هاد الشيء راه بزاف هاد الشيء راه باين وواضح طاري لينا اللي قاولنا به كاع ما دارتو معنا الع كاع ما دارت معنا حتى حاجه ما تنشوفوهمش كاع تيصيفطوا لنا عاد التراكسات وسير منا ودوز منا وخدم هنا ولا عيطنا على شي حاجه ما تعطيوها لينا وشدينا البقع شدينا تحت البراك غنمشي نضرب مول البراكه ونقدو خاصهم يزهزو سرحوا التزهيز سرحوا كل شيء يعطيو للموالين 18 يعطيو للدراري يعطيو للدريات عطيونا حنا سلاله معناك حنا دوزنا تمره بكري حنا دوزنا تمره بكري وبقينا متليين مع وليداتنا والله يجيب الله يجيب وصاوبوا معنا وبغينا تقعد معنا الارض دير معنا شي حل حنا ما عندناش حنا الموجود موجود الله ما عندناش الموجود الله حنا الناس كبار تيقول لنا سير تخدموا انا قراني غير باقي نخدموا انا قراني باقي نمشيو يهزوا شي حاجه انا دايره غير حديد في رجلي دابا عاش الملك عاش الملك والله يزيد فيا سيدنا وهي تفقد فينا وتعطينا حل من بين يديها اللي هي تهرمت لينا على الاراضي ديالنا وبالسلامة عليكم. اشترك الان في قناة اشواق تي في وفعل الجرس ليصلك كل جديد وشارك الفيديو على مواقع التواصل الاجتماعي. اشواق تي في جريدة إلكترونية وطنية شاملة ومستقلة.